رغم انتهاء فصل الشتاء، أزمة الوقود عبء يثقل كاهل السوريين في مناطق النظام السوري. رغم انتهاء فصل الشتاء، إلا أن أزمة جديدة للمحروقات تعصف بالعاصمة السورية دمشق منذ أسبوع، في ظل ازدحام كبير على محطات الوقود سيما المتواجدة في مركز المدينة. وسط شائعات وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري تتحدث عن رفع الدعم الحكومي عن مادة البنزين، رغم نفي الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية لهذا الأمر. وأكدت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري اعتقلت الأربعاء الماضي محمد هرشو مدير موقع هاشتاغ سوريا وصحيفة الأيام المواليين للنظام بعد نشر خبرا عن نية حكومة النظام زيادة سعر البنزين، في حين شنت وزارة النفط في حكومة النظام هجوما حادا على هاشتاغ سوريا بسبب تخويفه للناس، متهمة الموقع باختلاق أزمة الطوابير. وأكدت الوزارة في بيان أنه بعدما نشرت إحدى المواقع الإلكترونية عن أزمة البنزين وتداول الخبر على مواقع أخرى، توجه أغلب المواطنين لمحطات الوقود بغية تأمين هذه المادة ما تسبب بالازدحام الحالي. وعلى الرغم من نفي الوزارة، إلا أن عدة تسريبات من دمشق كشفت عن نية الحكومة تخفيض قيمة مخصصات البطاقة الذكية من البنزين إلى 100 لتر، بالإضافة لرفع الدعم الحكومي عنها، الأمر الذي أدى لزيادة الطلب على مادة البنزين خلال الأيام الماضية، حيث يقف الناس في طوابير أمام محطات الوقود. اليوم كان في اجتماع موسع للجنة المحروقات، في حين ربطت عدة مصادر إعلامية مقربة من حكومة النظام الضغط على محطات الوقود بالعطلة الرسمية المخصصة للشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية والتي تعرف اختصارا بمحروقات. ورجحت هذه المصادر تفاقم أزمة البنزين في دمشق نتيجة لتأخر وصول صهاريج الوقود إليها، بالإضافة للطلب الكبير على هذه المادة. وبحسب عدة موظفين في الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية، فإن الحكومة تستعد لإصدار قرار جديد برفع الدعم عن مادة البنزين. ووفقا لهؤلاء الموظفين الذين تحدثوا مع مصادر إعلامية، فإنه بموجب هذا القرار الجديد سترتفع سعر تركة البنزين بمقدار الضعف، أي من 4500 ليرة سورية نحو 10 دولارات أمريكية إلى 9000 ليرة سورية نحو 20 دولارا أمريكيا. حول هذا الموضوع معنا من دمشق الدكتور إليان مسعد، رئيس وفد معارضة الداخل إلى جنيف. دكتور إليان مساء الخير. نتكلم عن موضوع أزمة البنزين الخالقة التي تعصف في العاصفة دمشق اليوم، والتي أشارت مصادر إلى امتدادها حتى الساحل السوري، ولا حلول في الأفق، تعليقكم. أولا أنتم تتناولوننا عند استضافتنا بتعابير لسنا موافقين عليها. اوكي، هذا مو موضوعنا بس حاليا دكتور يان. تمام، تفضل. حاليا في ازمه بنزين خانقه بدمشق. قبل الازمه يا اخي استعملوا تعابير لا تحرجنا، تعابير نحن موافقين عليها. شو هاي النظام؟ مو نظام، خلاص ما هاي لازم نتجاوزها يا اخي، لازم نتجاوزها. هلا بالنسبه للازمه، انت تعلم انه من 3 أسابيع وطيله فتره الأزمة السورية الكبرى منذ 2011 ما كان في أي أزمة بنزين. ابتدأت الأزمة منذ أن تم الحديث عن ما يسمى قانون قيصر. وقانون قيصر نحن نعاني من حصار وعقوبات من زمن طويل، لكن هلأ الحصار والعقوبات الأمريكية التي ستصبح نافذة بنهاية نيسان أول أيار ستشمل حتى من يتعامل مع التجار السوريين، إن كانوا تجار خاصين أم عامين مثل شركة المحروقات، ومع البنوك اللي بدها تحول المال، ومع شركات التأمين اللي بدها تأمن على البواخر، وإضافة لمشكلة في قناة السويس. قناة السويس ما بتمنع حدا يمرق، لكن لها الحق أن توقف الناقلات 30 يوم بشكل إداري لتفتشها. فهلأ طلعوا بموضوع أنه في ناقلات غير مؤمن عليها. سبب عدم التأمين هو موضوع آخر، هو العقوبات على إيران. هذا كله سأدى لاختناق كبير بالمحروقات التي تشمل الغاز والبنزين والمازوت.
فإذا سبب هل الأزمة موجودة؟ نعم، السيد رئيس مجلس الوزراء أقر بوجود الأزمة أمام صحفيين. اثنين، هل هذه الأزمة لها أسباب؟ نعم، إن أسبابها هي العقوبات والحصار. طيب، وطبعا العقوبات غير الحصار، العقوبات هي عقوبات على الدولة السورية، والحصار هو حصار حتى للأفراد، يعني أنت ما فيك تحول مال لتشتري. المسألة الثانية هو الأمر الواقع بشرق سوريا، النفط في والغاز في شرق سوريا، هذا نفط وغاز لكل سوريا. فيبدو وأنت تعلم أكثر مني، وبدنا نحكي بصراحة، إذا ما كنت مرأي معناتها ما لازم في بيناتنا حديث. تفضل. البترول السوري يجب أن يرسل أو يباع أو مثل ما بدك سميه، لا جهة سورية مثل مصفات بانياس، مصفات حمص يجري تكريره. نحن سمعنا، وهذا كان يتم بشكل ما، سمعنا نبأ غير سار أن الحكومة الأمريكية تضغط على قوى الأمر الواقع اللي تشكلت نتيجة انكفاء الدولة والجيش في شمال شرق سوريا، تمارس ضغط كبير عليهم ليمنعوا بيع النفط إلى الداخل السوري. طيب، هذا أنا بترك هذه الكرة بملعب الناس اللي هي عندها استعداد تجاوب عن حقيقة هذا الأمر، خليهم يطلعوا يقولوا لا، نحن لن نخضع لهذه الضغوط، ونحن ستستمر بالتوريد. أنا لا أتكلم أكثر من هيك، وأنتقي كلماتي بعناية ودبلوماسية. شكرا. يجب طيب أن يستمر. طيب طيب دكتور ريان، كي توضح الصورة أكثر، يعني أنت كنت قد أبرزت. نعم، كنت النفط والغاز لكل السوريين. تمام دكتور ليان، يعني نحن اليوم أمام أربع أسباب رئيسية وراء أزمة البنزين في المناطق الخاضعة لدمشق بحسب ما أوردت للتو: قانون سيزر الأمريكي، العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق، قناة السويس، بالإضافة لموضوع الشمال وشرق سوريا كونها خارجة عن سيطرة دمشق، أليس كذلك؟ نعم. طيب أود أن أسأل، طيب يقال اليوم بأن 90% من مشتقات النفط التي تستوردها. لا أسمعك جيدا. طيب، أرجوك على مهل لحتى أسمعك، الاتصال سيء، تفضل. تكرم. طيب دكتور ريان، بالإضافة للأسباب الأربعة التي كنت قد ذكرتها، يقال بأن دمشق تستورد أكثر من 90% من حاجاتها النفطية من طهران، هل العقوبات الأمريكية على طهران دور في أزمة الوقود اليوم في العاصمة دمشق؟ من وين؟ من طهران. نعم 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 نعم، تفضل. نعم. هل العقوبات، ما هو السؤال؟ السؤال، هل العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران اليوم ألا تلعب دور رئيسي أيضا في أزمة الوقود في العاصمة دمشق؟ إنها تلعب دور، لكن لا يمكن القول عنه رئيسي. النفط السوري الموجود في شمال شرق سوريا يكفي حاجة معقولة للاستهلاك. الغاز كان يكفي الاستهلاك 90% من الاستهلاك. طبعا العقوبات على إيران أكيد بدها تأثر على التوريدات، وفي ضغوط خليجية وأمريكية على الدولة المصرية بهذا الاتجاه أيضا. طيب، طبعا ما حدا حصيف وواقعي ما بيقول أنها تؤثر. هل طبيعي أن بدي أسألك سؤال؟ فضل. إذا أنا بكرة بحاصر مشفى في الحسكة مثلا، وبمنع عنه المازوت وبقطع عنه الكهرباء، بتعرف شو بصير هذا منه الكلام؟ سيتوفى المرضى يلي موجودين بالعناية المشددة، يلي ما في عندهم كهرباء تشتغل المنفسات، وما في مازوت لتشتغل محركات توليد الكهرباء التابعة للمشفى. هذا الكلام وهذه العقوبات والحصار خطير جدا 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 على الناس. نحن نتكلم كمعارض الداخل عن البشر. نعم. كيف ستعمل المخابز وكيف ستعمل المستشفيات؟ هذا نوع من أنواع اضطهاد المواطن السوري دون أي مبرر ولغايات سياسية. طيب. نظرا لضيق الوقت اسمح لي للمقاطعة، العفو من حضرتكم دكتور ليان. اليوم حيال هذه المسألة تثار العديد من الأسباب وراء من يقف وراءها أو مسبباتها.
كنا قد تكلمنا عن 4 أسباب، لو أضفت لك أيضا الحديث يدور عن أن شائعات انتشرت عن إمكانية زيادة سعر البنزين، وبالتالي حدثت هذه الأزمة، ورئيس الوزراء عماد خميس قال أن هناك زيادة أيضا ولكن لم يوضح كم هي الزيادة، وبالتالي سياسة عدم الوضوح من قبل حكومة دمشق أدت إلى هذه الأزمة أيضا. لا، راح جاوبك بواقعية رغم أن الأسئلة هي غير واقعية. مما لا شك فيه أن العقاب والعقوبات والحصار والأربع أسباب اللي تفضلت فيها هي ستؤدي لرفع تكلفة استدراج النفط، يعني ستضطر الدولة السورية لاستدراج النفط بطرق من خليني سميه السوق السوداء العالمية، وهذا سيرفع سعره قولا واحدا، يعني ليس بفعل فاعل داخلي وإنما بفعل فاعل خارجي. وغدا صباحا إذا ترفع العقوبات، ليس العقوبات عن الدولة، الحصار عن الأفراد السوريين قادرين أنه يأمنوا حاجاتهم، لكن في خطة عجيبة لتجويع الشعب السوري ولتيئيسه، ومن داخل فيها قوى كبرى وأنت تعلمها وأنا أعلمها. طيب، فرفع السعر هذا ممكن جدا أن يحصل بدون ما يقول مجلس الوزراء، يعني بدون ما يتفضل ويقول، هذا شيء متوقع بضمن هذا الحصار الخانق. سؤال أخير دكتور إليان. طيب اسمح لي بهذا السؤال. نعم. الأخير، هل من حلول في الأفق حيال هذه الأزمة؟ البعض يتكلم عن مسؤولية. نعم. البعض يتكلم عن مسؤولية المستفيدين من عقود الفوسفات، المستفيدين من عقود ميناء الأذقية طرطوس، عليهم أن واجبات حيال هؤلاء المواطنين على أقل تقدير. يعني راح جاوبك على شرط ما بتقاطعني لأنه بدي أقوله كلام صراحة. الوقت ما عم ساعدني دكتور إليان، تفضل. الحل في سوريا هو حل سياسي، وعلى السوريين أن يلجأوا لأهم سلاح، هو سلاح الوحدة الوطنية والحوار وحل مشاكلهم وقطع رجل وأيد المتدخلين الإقليميين والعالميين. وعندما أقول الإقليميين أقصد مثلا تركيا. أنا لا أقبل، أنا بحوار مع الأخوة السوريين الكرد بشمال شرق سوريا، ما بس بقول بس تركيا، كمان التدخل الأمريكي والضغوط الأمريكية تؤدي لتفاعلات أزمة. فإذا قضع يد ورجل المتدخلين بين السوريين ومنع من الالتقاء ومنع من حل مشاكلهم ومنع من الذهاب للحوار والمفاوضات والوحدة الوطنية، هذا يؤخر الحل السياسي ويزيد من معاناة المواطن السوري. وضحت الفكرة في الحقيقة. وصلنا لنهاية الوقت المخصص وتجاوزناه دقيقة. أنا بشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات وعلى رحاب صدركم الدكتور إليان مسعد، رئيس وفد معارضة الداخل إلى جنيف، حدثتنا من دمشق. شكرا جزيلا لك، وشكرا لكم لكرم المتابعة. إلى اللقاء.